مدى الصوت من صوت المدى. صباح الخير، هل مطلوب أن يبقى لبنان في حال ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نار المنطقة؟ وهذا الانتظار سيبقي الملفات والاستحقاقات على نار ظاهرها حام وباطنها فارغ. من يقرر؟ من ينفذ؟ من يشارك؟ طالما الكلمة للتطرف والشعب العاقل مغيب في المنطقة. ضيفي في مدى الصوت اليوم وعلى مدى ساعة نائب رئيس مجلس النواب الأسبق الأستاذ إلي الفرزلي، ولكن مستهل الكلام سيكون مع وزير الحدث وزير التربية والتعليم العالي لياس بوصعب. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير لإليك ولدولة الرئيس العزيز الغالي اللي بحنا بنختقب نسمع له دايما. الله يخليك معالي الوزير، شكرا لك، يسعد صباحك. معالي الوزير، شاغل الدنيا، شاغل الناس ومالئ الدنيا على رغم أنك مقل بطلاتك الإعلامية، هل أنت متفائل أم متشائم بسبب هذه الأحداث التي واكبت وصولك إلى وزارة التربية؟ شوف، العمل منه سهل أمل، يعني مش قصة متشائم ولا متفائل. يعني احنا ما كنا متوقعين بيوم من الأيام أنه رح تكون القصة نزهة ولا مثل ما بدنا، مثل ما بنحب أنه نشتغل رح نقدر نمشي بسهولة. عارفين أنه في صعوبات وفي مطبات كثيرة، وهذا طبيعي مرتبط بالسياسة. وأنا اليوم حريص ترجع اسمع بقية الحلقة، لأنه التحليل اللي بيعمله دولة الرئيس فرزلي دايما حديث صائب وبمحله، يشرح لك بشكل عام المشاكل السياسية وشو هي العرقلات اللي ممكن تكون قدام كل الملفات اللي عم تنطرح بالحكومة. نعم معالي الوزير، بما أنه الوقت ضيق اللي بدك تعطينا إياه رح فوت مباشرة بصلب الموضوع. الوزير لياس بوصعب عطل مجلس الوزراء، هكذا كتبت بعض الصحف، ما حقيقة الأمر؟ لا طبعا أنا ما عطلت جلسة مجلس الوزراء، ولكن أنا مارست حق من حق كل وزير اليوم موجود بالحكومة، وأنا كنت أبلغت المعنيين أنه من يعطل فليتوقع أن يعطل له. هذه معادلة منطقية وبمحلة، نحن ما عم نعطل مجلس الوزراء، ولكن الفريق اللي حابب يعطل ملف بدون سبب، خاصة لما يكونوا عطيك كلام قبل ب 24 ساعة البعض منهم أنه ماشي بالملف وما عنده أي مشكلة، وأعني بذلك وزير حزب الكتائب سجعان قلبي إذا بحب تسمي الأمور. نعم أنا كما بدي أسألك مين الوزراء، يعني هل تقصد؟ لا بكل نعم. صراحة ببلغني نعم. أنه هو رح يكون إلى جانبي وهو نعم. مع الملف ما عنده أي مشكلة وعنده ثقة تامة، لحتى تفوت إلى جوة تتفاجأ أنه في قرار ما تغير. واليوم إذا بتقري بجريدة النهار نعم. أنا عطيت رديت بعض ما صار معنا بالجلسة نعم. اللي هي بتخرج الرأي العام والعالم كيفية التعاطي بهالملف. بكل الأحوال أنا من بعد ما صار تعطيل مش مبرر وبدون سبب، خاصة أنه عطيت حلول وطرحت حلول، ودولة الرئيس تمام إسلام قال العرض اللي حطه الوزير جديد على الطاولة اللي هو أنه نعلق المشكلة ونمشي بالآخرين، يعني اللي ما في عليهم إشكالية فينا نمشي فيهم. رجعوا فكروا وقالوا انه لا ما بدنا نمشي، تبين انه تعطيل بالسياسي، ولما يكون التعطيل بالسياسي بده يتوقعوا انه نحن نعترض على الملفات تبعهم شخصيا وكمان اعتراض بالسياسي. بهالاطار هل صحيح ما قيل انه الوزير الياس بوصعب خصص للتيار الوطني الحر 6 عمداء من اصل 9 مسيحيين، لهالسبب كان الاعتراض شديد تجاهك معالي الوزير؟ لا هذا كلام اللي كاتبه للأسف، حتى بأحد بصحيفة من الصحف كاتب عنوان نعم مزبوط عن موضوع التيار، هذا بعتقد اللي كاتب المقال حدا ضلله أو أعطاه معلومات خاطئة. نعم. لأنه الحقيقة غير هيك حقيقة، الموضوع بمجلس الجامعة والعمدة، هذه العمدة بيطلعوا وفق آلية معينة، كل كلية بترشحهم تنتخبهم وبيرفعوا لنا الاسامي المنتخبه من الكليات، بالتالي ما في يجيب عميد من خارج المنتخب بكل كليه. نعم. باستثناء عميد كليه الطب، لانه ما في اساتذه متفرغين بهالعماده هيدي بالكليه لحتى ينتخبوا. نعم. من هون بيصير في توافق بين رئيس الجامعه ممثلا لمجلس الجامعه لانه غائب منه بالاصاله، ووزير التربيه على تسميه اسم. وهيدا كان عليها خلاف، قلنا لهم خلينا نأجلها، بيتأجل هيدا الملف، واللي طالعين وفق الآلية المرشحين من أساتذتهم وهن منتخبين، هون مش أنا اللي بقرر مين هن، ولكن التوزيع الطائفي للأسف بلد راكب على تركيبة طائفية ومذهبية، ما فينا نحن نطلع خارجها. نعم. التوزيع الطائفي بيقول لك كل كمية
العميد اللي بده يكون فيها من اي طائفه. يعني اذا الارثوذكس طلع لهم كليه الحقوق بدنا ننقي العميد اللي طالع بالاليه وهو ارثوذكسي، وما في خيارات قدامنا من هاي ومن هون. في يقول التيار الوطني الحر حكينا اذا بدك باسمين من اصل العشره، نعم، والباقي في عميد قريب من طيار المردة، في عميد قريب من ملياس بيكس كيف، في عميد قريب من حزب، مش قريب سموه حزب الكتائب بالجلسة، في عميد ما بعرف أنا قالوا لي قريب كان من القوات بس القوات بلغونا أنه لا مش قريب منهم. هذا بس لأكد لك. وفي ثلاثة بكركي موصاية فيهم من أول يوم أنه عم تشتغل معهم من فترة طويلة من سنتين وهم موجودين بمحلاتهم هلا. هذا بس أقول لك أنه افترى اللي بيطلع بيحكي أنه أنا عم خصص التيار الوطني الحر. هذا كمان مش دقيق، واللي بحب يناقشه بيوم من الأيام أنا مستعد أوضح له من الأمور. نعم معالي الوزير، بالنسبة لعميد كلية الطب حضرتك عم تحكي بالتوزيع الطائفي وهو وجوده بخل بالتوزيع الطائفي، ما سبب تمسك الكتائب والاشتراكي يعني هالمفارقة، سبب تمسك هالفريقين بهالعميد تحديدا؟ لا الكتائب مش متمسكين بهذا العميل، الكتائب عم بيطالبوا بغير عميل، هذه واحدة من الإشكاليات كمان. الكتائب أنا قلت لهم إذا أنتم حابين تمشوا بنفس العميد اللي طارحينه الاشتراكية بلغوني لبلغ المعنيين. إجا الجواب سلبي من حزب الكتائب أنه نحن ما بنمشي للدكتور كلارياتي، خلينا نكون واضح وما ينغش في العالم. لأنه بعض الصحف ذكرت اللي أنا عم بسألك إيه هلا، مشان هيك أنا سألتك انطلاعا منهم. نعم نعم بالاسم لنكون واقعيين. نعم أنا عرضت على الوزير عزي انه يرجع لمرجعيته ويسألهم اذا بينشف الدكتور يا ريت، ساعتها قلنا بيكون صار فيه اذا بدك طرف مسيحي اضافه الى الاشتراكي عم بيطالب فيه. خلينا نفوت نشوف اذا فينا نعمل اعاده تركيبه. اجا جواب سلبي من عند الوزير عزي انه لا نحن ما بنمشي للدكتور كلير يا ريت. لقلك اضافه الى ذلك ودوله الرئيس موجود عندك، ولما تكون هو بيقدر يشرح لكم بعد ما نخلص مزبوط لحنتابع بعض هذا الموضوع. نحكي على حصص طائفيه، ما فيك تيجي تقولي بدنا نحط أربعة موارنة وأربعة كاثوليك واثنين أرثوذكس. في ثلاثة أرثوذكس حصلت الأرثوذكس. لما تكون عم بتوزع ما بتزبط بهالشكل، وهذا اللي حاولت أشرح لهم إياه يعني من خلال هالتعيين. نعم. معالي الوزير لطفا السؤال، الحصة الأرثوذكسية بالتعيينات مش طالع هو ثلاث عمدة؟ قيل لي بوفد اجى لعندي ودراسه بعتوها انه طلع مقال، طلع الارثوذكسيه شو طلع مقال بجريده النهار يتحدث عن مساله الحصه الارثوذكسيه، واجى بعض الاساتذه لعندي من الجامعه اللبنانيه ابي خبروني قديش الحصه الارثوذكسيه وقديش طلع لهم ارثوذكس عمد. ما بعرف ليش صوت دولة الرئيس ما عم بسمعه مظبوط، عم يسألك انه طلع قديش مظبوط طلع عمدة للأرثوذكس، لانه اجا وفد لعنده وتحدث معه بالموضوع. الطرح لازم يكون في عنا انا حسب تشكيلي المقتنع فيها خمسة موارنة، ثلاثة أرثوذكس اثنين كاثوليك. صحيح صحيح صحيح. نعم معالي الوزير، ما مصير مجلس الوزراء خصوصا انه الوزير رشيد درباس قال انه الرئيس تمام سلام لن يدعو الى جلسة ما لم يلمس تعاون لدى جميع الاطراف، يعني اليوم شو مصير مجلس الوزراء من بعد يلي حصل؟ يا ست امل اسمعيني على هالشغل اللي رح قلك اياها هلا بوضوح. نعم دولة الرئيس تمام سلام، كل العالم تشهد له بوطنيته وبحنكته لإدارة هالملف الصعب والشائق سياسيا قبل شي تاني. واللي قاله دولة الرئيس تمام سلام ببداية الجلسة لما فتح الجلسة خاصة توجه وقال لهم في عنا أول بند ملف الجامعة اللبنانية. وقال أكثر من هيك، قال ملف الجامعة اللبنانية هيدا صار سبب لحتى يكون مصداقية مجلس الوزراء متعلقة فيه. ليش قال هيدا الكلام؟ قال هيدا الكلام لأنه دولة الرئيس تمام إسلام انعطى وعود مثل ما وزير التربية انعطى وعود. دولة الرئيس تمام إسلام وعد الأساتذة بالجامعة اللبنانية شخصيا. أنا كنت موجود عبر اتصال هاتفي على التليفون على السبيكر وقال لهم الملفات صارت منجزة وأخذنا وعود أنه بأول جلسة رح نقر لكم ونطلب منكم العودة على الإضرابات. نعم هيدا مش وزير التربية عم يحكي، رئيس الحكومة من بعد ما أخذ من فريقي 8 أدار و14 أدار التطمينات أنه الملفين ماشيين. نعم أنا لو محل دولة الرئيس حقي أزعل. نعم أنه آخذ كل التطمينات، صرنا فايتين على 3 جلسات، كل مرة بيطلع حدا عم بيعرقل، بالتالي صرخة دولة الرئيس وانزعاجه
تأكدي تماما أنه منه من لا وزارة التربية ولا من فريقنا السياسي. نعم. انزعاجه من الوعودات اللي كانت معه وعلى ضوء أعطاها للأساتذة ومن ثم شفنا شو صار بالجلسة. نعم. أنا متضامن كليا مع دولة الرئيس صلاح السلام، اتصلت فيه اليوم وأكدت له أنه نحن ما هدفنا أبدا تعطيل، نحن هدفنا من يعطل فليتوقع أن يعطل له. نعم. محدودة بملف معين. بالتوظيف عم نرد بالتوظيف. معالي الوزير، من ما بدي أقول من وجهة نظرك، ما حضرتك شخص عايشت كل هالفترة وكل الجلسات وكل الاجتماعات اللي الإعلام ما عم يدرى فيها حقيقة وعم يصلوا أوقات الأخبار مشوهة ومغلوطة وغير كاملة، حضرتك اليوم لمين بتحمل مسؤولية التعطيل في حال حصل في مجلس الوزراء؟ أنا بعتقد في واحدة من اثنين، أو في قرار سياسي أنه ما تمشي الملفات الأساسية، أو قرار سياسي تعطيل ملفات اللي بتتعلق بالتيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح، وعلى هيدا بتكون عم تتوزع الأدوار. نعم. أو ممكن فعلا أنه بما أنه في فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية قابلوا شبه شلل للتشريع بالمجلس النيابي. نعم. من ثم عم ينسحب اليوم على مجلس الوزراء. نعم. يا أما في إذا بدك تفكير عام في هيدا الاتجاه، أو موجه بالسياسة ضد تكتل التغيير والإصلاح أنه ولا ملف هني حاملينه لازم يمشي، رغم أنه هيدا مش ملف خاص فينا، هذا ملف خاص بكل لبنان. نعم. معالي الوزير، بسؤال أخير اليوم، ما بدي أسأل عن سلسلة الرتب والرواتب، بس كل الناس بس عرفوا أنه حضرتك رح تكون ضيف معي ولو لفترة كتير قصيرة، حملوني سؤال اليوم، شو مصير تصحيح الامتحانات الرسمية؟ صار في لقاء بيني وبين هيئة التنسيق الأربعاء الماضي، وخبرتهم أنه الأمور على مستوى الحكومة مفكرة مش ماشي كتير، مش ميسرة، وعلى حد هلأ على مستوى المجلس النيابي ما زالت الأفق مش واضحة، رغم أنه في محاولة جدية ولا بلك إياها أنه الأسبوع القادم يصير في جلسة تشريعية، في محاولة وعم ينحكى هلأ إذا بدك بالكواليس على ممكن الذهاب إلى مجلس النيابي. نعم. ولكن لحد هلأ ما في اتفاق على السلسلة بعد، حتى لو رحنا على المجلس النيابي. هيدي الأمور كلها معرق للتصحيح بملف أساتذة وموضوع هيئة التنسيق. بالاجتماع حطيتهم بهالأجواء وشرحت لهم وقلت لهم أنا وياكم بدنا ناخد القرار سوا. اليوم في غياب تام للمسؤولين بالدولة عن القطاع التربوي والمسؤوليات الكبرى، حطيتهم أنا بموقع الشريك، انتم اليوم قائدي، انتم ايدين يعني المسيره التربويه. نعم. فكروا فيها ونرجع نجتمع الاسبوع القادم لناخذ قرار يكون يناسب المصلحه العامه والمواطنين والطلاب واهلهم. بتحبوا ضلوا مقاطعين، انا ما راح اقدر افرض عليكم تصححوا، بتحبوا تلاقوا حلول تنقدر نحكي فيها لحتى نقرب من اي حل على المستوى السياسي اللي بيؤدي لإقرار سلسلة. نعم. اليوم في عنا لقاء مع هيئة التنسيق بالرابع عند الجنرال هون، ومع أساتذة الجامعة المتخرجين كمان بعد الظهر. نعم. معالي الوزير، وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بوصعب، إن شاء الله بياخد بإيدك وبتقدر توصل كل الملفات لما فيه خير المواطنين والقطاع التربوي أيضا والطلاب. نحن بدنا نشكرك، على أمل أنه نناقش كل هالمواضيع اللي طرحناها اليوم بشكل مفصل بحلقة كاملة من مدى الصوت. إلى اللقاء. شكرا لك وتحية لدولتك. شكرا لك معالي الوزير. الله يحفظك. دولة الرئيس، أنا بدي أتابع معك بهذا الموضوع اليوم. نحن شهدنا بمجلس الوزراء، كتب الزميل نقول نصيف أنه كل وزراء، كل وزير بمجلس الوزراء يوازي الوزراء 24. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هو كلام منطقي؟ هل هو كلام؟ لا، هذا كلام سببه نعم الاتفاق الذي تم. نعم. من حيث دور الحكومة الحالية كي تقوم بمقام رئاسة الجمهورية وكالة بصلاحية رئاسة الجمهورية، تم الاتفاق، وهذا أمر جيد. نعم. وأنا بدعم هذا التوجه. أن يصار إلى الاتفاق على القرارات وبالتالي تصدر بالتوافق، وهذا أمر إنجاز مهم ويجب الالتزام به حتى يصار إلى انتخاب رئيس جمهوري. لأنه من هون إجت نظرية أنه عطل، إذا عطل أحد الوزراء بتتعطل الحكومة، بتعبير آخر ما في توافق. أساساً
بعمل مجلس الوزراء ككل بالمادة الدستورية تتحدث عن التوافق أولا، وبعد استنفاد كل الطرق السبل الآلية لتحقيق التوافق نلجأ للتصويت. هيدي طبعا بظل الظروف العادية. اليوم مجلس الوزراء بيقوم مقام وكالة بأعمال فخامة رئيس البلاد، وبالتالي هذا أمر ليش، لأنه البلد الوزارة هي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. نعم. وبالتالي عندما يتوفر مثل هكذا شرط ككون قد تحققت الغاية من حماية دور ووظيفة رئيس البلد. نعم. اليوم الوزير لياس بو صعب كما سمعت دولة الرئيس، أنا اللي لفت لي نظري نعم. لفت لي نظري بكلام معالي الوزير. نعم. اللي لا شك يعني نحن منثني على ديناميكيته وعلى إرادته الخيرة والنيرة والمنصرفة باتجاه يعني تحل الأزمات اللي طلعت بوجهه. اللي لفت لي نظري هو أنه لم يخلص إلى نتائج حاسمة. نعم. تتعلق عما إذا كان التعطيل غايته عرقلة أعمال وزراء التيار الوطني الحر، هذا الكلام اللي بسألك عنه طبعا قريت راسي، أم أنها مسألة المحاصصة المعروفة. في كلا الحالتين نتيجتها هي أن يحول دون تحقيق قفزات نوعية ونتائج نوعية تتعلق بالتيار الوطني الحر. الحراك السياسي منذ حكومة الرئيس مئاتي. نعم. وبظل وجود فخامة رئيس البلاد السابق كانت الإدارة السياسية كلها قائمة على نظرية، طالما نحن بجو الفوتبول الأيام صح، كيف يعملوا هن الجولرجية الذين يحولون دون تمكين التيار الوطني الحر تسديد إصابات مباشرة لمصلحته على مستوى عمله الإيجابي في الوزارات تبعه. نتيجة إرادة عند الوزراء، وهذا أمر أصبح واضح بأنه إرادة للعمل. ولا شك أنه الوزراء اللي تعاقبوا كانوا جيدين، وهلأ اليوم الأستاذ الياس أبو صعب. نعم. أنا ميال لا حتى أقول في استهداف، ولكن مع تحفظ معالي الوزير نترك مجال للنية الحسنة، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار حتى لو كان سبب التعطيل بخلفية المحاصصة نتيجة الحقول دون تحقيق ذلك. أرتك. انطلاعا من هذا الموضوع دولة الرئيس، انطلاعا من هذا الكلام رح أنقل معك إلى كلام أكبر وأوسع إلى رئاسة الجمهورية. شايف. يعني العماد ميشيل عون اليوم طرح مبادرة ما بتقلب النظام، مثل هل تقلب النظام مبادرة العماد عون؟ رح أسألك برأيك يعني أحسن ما هو رأيي أنا المركز إلى دراستك. خليني أقول لك شغلة، أود هذا الحكي عن قلب النظام، وهذا كلام مثل أن الفلاحين نحن نقول تعفير البطاطا بيعفر بطاطا، كلام سطحي. أولا فلسفة الحراك الذي قام قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية قامت على نظرية معلوماتي أنه اللجنة السياسية تبع كركي والقادة السياسيين الذين اجتمعوا بظل تحت خيمة صاحب الغبطة اتفقوا على نقطة مركزية أولى اسمها تالي أن يكون رئيس الجمهورية يستمد دعمه بداية، أم بعطيك النص الحرف، بداية من المكون الذي ينتمي إليه. نعم. الإرادات الأطراف المتنازعة إرادة منصرفة ثوب تحويل رئيس الجمهورية إلى ملك مشاع. صح. كل يأخذ حصة فيه، وبالتالي تعطيله أضف تعطيله المعطل بالصلاحيات، حيث أنه لا يستطيع حتى أن يشكل المرجعية الحقيقية التي تستطيع أن تلعب دور في تقويم الحياة السياسية استنادا للقسم الدستوري الذي قسمه يمير رئيس الجمهورية. فإجت مبادرة العماد عون المنطلقة من أن البلد هو عبارة عن طوائف ولو بصورة انتقالية. انتبه كان حريص العماد عون أن يركز على مسألة المرحلة الانتقالية، لأنه دستورنا
هو دستور بطبيعته انتقالي. ليش؟ لأنه بيقول من الآن وحتى تتحقق كذا وكيد يصار إلى تطبيق المادة 95 من الدستور التي تقول يصار إلى إنتاج هيئة تدرس السبل الآيلة لإلغاء الطائفية السياسية. والمادة 24 بتحكي عن المسلمين والمسيحيين مناصفة. فإجا بدون إجوا تعودوا إني تعودوا إنه صودرت الإرادة المسيحية بعد الطائف من عام 1990 وتم اغتصاب، تبين التعبير حرفيا اغتصاب الحقوق الدستورية للمسيحيين بظل رئاسة الرئيس الهريوي وحتى رئاسة الرئيس ميشيل ستيمان. هذا الاغتصاب تعودوا عليه، تلذذوا به، مجد قام على أساس توزيع الذمة النيابية تبع المسيحيين إلى هنا وهناك، وبالتالي أصبحوا معطلين، أصبحت عادي مكتسبة، فأصبح عادي مكتسبة وحقوق اعتبروها. والبعض ذهب إلى الغمز واللمز من قناة أنه هيدي هذا الطائف وهو ليس بالطائف. وأعتقد حسنا قالوا لي قريت بالجرايد أنه السيد العماد ميشيل عون بعت رسائل إلى الدول التي رعت الطائف، مزبوط، المملكة العربية، مزبوط، السعودية وفدين، نعم، والجزائر والمملكة المغربية، نعم، لحتى يطالبون مثل ما قالوا بالجرائد، قريت أنا ما فيش معي خبر، أنه لا يطالبون بمسؤولية عن تطبيق الطائف. وهذا كلام مهم، تشكل هذه الرسالة برأيي منعطف إذا صح أنه هذه هي غاية الرسالة. هذا الموضوع اجوا بانتخابات رئاسة الجمهورية، كمان رئيس الجمهورية بده يجي، حالة مستتبعة ومستطردة بعملية الاستتباع للمكونات الأخرى. نعم. وقت اجت اللجنة السياسية قالت والزعماء كلهم اجتمعوا برعاد يجب أن يكون منطلقا من المكون الذي ينتمي إليه، اجا العماد عون يترجمها دستوريا وقانونيا. شو بالكلام بترجي القصة أنه شرفوا نحن المسيحيين اللي بنتخبوا مرحلة أولى بنقوا من هو الذي يستمد دعمه، في اثنين بيطلعوا بتجي الإرادة الوطنية الشاملة بتنقي واحد من اثنين استنادا لمواصفات وطنية دستورية قانونية، مش استنادا إلى مواصفات من هو المستزلم لنا أو إلى مواصفات كما قال أحدهم أمام لجنة التحقيق الدولية. لذلك هذا الموضوع في غاية الأهمية. وهذا شو؟ ليش ما بيتعارض مع الطائف؟ لأنه هيدي عملية إجرائية تفصيلية لا علاقة لها بتوزيع الصلاحيات. هلأ أنا بدي أحكي بعد النظر. نحن ما طالب العماد عون بإعادة النظر بالصلاحيات، طالب بإعادة كيفية انتخاب رئيس جمهورية بتكوني عم تحرر الرئيس من الاستتباع للدول الأجنبية، واني ما بدون يحرروا البلد من الاستتباع للدول الأجنبية، وبيحرروه من شراء الضمائر، لأنه شراء أصوات من 128 بشكل عام أم بحكي بطلاق أهون بكثير من شراء الشعب اللبناني كله. مزبوط. عندما ينتخب. لذلك هذه مبادرة قيمة يجب أن تكون موضوع مادة نضالية عند الشعب اللبناني إذا شاء هذا الشعب اللبناني أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى. نعم. دولة الرئيس بدي روح أنا وياك إلى فاصل إعلاني أول، وبعد الفاصل بدي أتابع معك بكافة التفاصيل بالتوقيت اللي عم ينتقد عليه، يعني ما عم تنتقد المبادرة بالعمق، عم تنتقد على التوقيت. بدي نحكي أيضا عن قانون الانتخابات وارتباطه بهذه المبادرة والانتخابات وما يحكى عن تمديد أيضا. مستمعينا فاصل ومنتابع حلقة مدى الصوت مع دولة الرئيس الأستاذ إلي الفرزلي. مدى الصوت من صوت المدى. مستمعينا نحن مستمرين بحلقة مدى الصوت. دولة الرئيس إلي الفرزلي، حملت الطرح الأرثوذكسي على الراحات وأوصلت إلى الرابي ومنه إلى أفريقاء عدي قبل أن يستقر في جرور مجلس النواب، واليوم تحمل مبادرة العماد ميشيل عون انتخاب الرئيس من الشعب، لوين بدك توصله وكيف؟ ليك لإلي شو الأهمية. نحن كنا ندرك سلفا المسار الصعب والعقبات التي ستواجه هذه المبادرات في ظل شراهة هائلة للحفاظ على مكاسب وامتيازات للمكونات الطائفية الشريكة في عملية استلاد المسيحيين بكنفهم وبالتالي استتباعهم. نحن مدركين والإبقاء على هذا الوضع. نحن المهم أنه استحضار الأزمة
والتفكير دائما بهذه الحقوق هي مطلب جذري وأساسي. ليه؟ لأنه بدك توصل إلى وقت في سؤال استراتيجي كبير بلش يلوح بالأفق، وأعتقد إذا صدق ما نعتقده بالرسائل التي بعث بها إلى الدول المعنية، إذا كان صح أنه العماد عون بعت رسائل يذكر بمسؤولية هذه الدول حول حرص على تطبيق اتفاق الطائف الذي نحن نتمسك به تمسكا كاملا، معناتها أي تخلف. هلأ صح أنه العماد عون أرسل صح، بس ما بعرف شو المضمون، ومضبوطة الخبرية يعني، بس ما نشوف شو النتيجة. لا ما نشوف شو المضمون قبل وبعدين النتيجة. في سؤال كبير سيطرحه الناس، وإن هو ما هي نفع العلاقة التشاركية تحت سقف اتفاق الطائف، وبالتالي مسألة النظام كلها رح تنطرح على النقاش. انت بلشت تروح بالأفق، انتبه عشو بقول مزبوط. وعندما نبهت إلى مرارا صار لي سنة ونص بحكي هالكلام، وآخر بمقابلة من المقابلات الزميل الدكتور أحمد فتفت الصديق قال لي هذا كلام يحمل في طياته التهديد، إنه له معاصى الله إنه نهدد اللي بيطالب بحقه بيهدد، اللجوء إلى القضاء هو تهديد، اللجوء إلى النص الدستوري هو تهديد إطلاقا معاصى الله، ولكن هذا حق أدوا أصحاب الحقوق حقهم. لذلك هاي المسألة اللي نحن مدركين عقباتها، نحن منا يعني جاهلي، ونحن منعرف انه كل هذا اللي بيصير كله. شفتي عدم حضور جلسة مجلس النواب وتبرير الغياب في الوقت الغياب ممنوع بالانتخابات، هو حق لتأمين لقمة عيش أصحاب الرتب والرواتب، ولكن مش حق بمسألة اللعب السياسي الديمقراطية بانتخاب رئيس. سببها لأنهم ما بدهم يقدموا يقفوا قدام استحقاق مجلس النواب ويقولوا شرفه. مجلس نواب يا حبيبتي بيتمدد له سنة وثلاثة أشهر لسبب وحيد، شو بدك بالأسباب الأمنية؟ ما هاي بمصر كان في أوضاع أمنية مضطربة، وهي سوريا كان في وضع فيها أمن، وهي العراق كان في وضع أمن مضطرب، وعملوا انتخابات. السبب الرئيسي كان أن قانون الستين قانون مخالف للدستور بامتياز، وأن الطائف قام على أنقاض الستين، ولكن الستين لأرباب الطائف والطوائفيين نسبة للطائف مبسوطين فيه، لأنه الأبي استولدوا من أصل 64 نائب 30 نائب 100% مستسلم، صح، و24 ترجيح و17 ما بعرف قديش هذا 17 بيطلعوا بأصوات المسيحيين. فبالتالي في موازين قوى لمصلحتهم، خلينا نضل نمدد. نحن ما عندنا مانع، ولكن سنذكر بالحق وسنقول أن السؤال الاستراتيجي الكبير الذي يجب أن يطرحه الناس، العامل، الفلاح، المزارع، الأستاذ المدرسي، أستاذ الجامعة، الموظف، الدكتور، المهندس، دائما ما هي نفع العلاقة التشاركية تحت سقف اتفاق الطائف. ولكن اليوم ولو بدأ الكلام عن تمديد، عن تمديد لمجلس النواب الرئيس نبيه بري أحد الأفريقاء اللي عم بيسرموا هذا الموضوع. لا لا شو بدي بالرئيس بري، مش بس الرئيس بري، يعني مصالح يعني الأطراف. هو رئيس مجلس النواب هو طبعا رئيس، ما هيدي مصلحة الأطراف معنية مباشرة. ليك بنسألك سؤال، أنا إذا بتسأليني رأيي أنا مع التمديد مياه ومي لمجلس النواب. كيف يعني؟ أنا أنول انتخاب على أساس الستين يصير، شو بدي فيه؟ برجع بشرع طبقة تحمل في طياتها اغتصاب حقوق الدستورية للمسيحيين، شو بدي فيها؟ ليش بدي؟ وبدي ارجع انت عم ترجع تشرعها من جديد، عم ترجع تشرعها وعم برجع بطلعها هي زيتها، شو بدي فيها؟ ما معروفة وزير القوى. انا تركي هيدي ومدد لمجلس النواب مياومي لازم يتمدد له، كل يوم بيومه تحت عنوان انتج قانون انتخاب، كل ثلاث اشهر، كل ست اشهر، سنه، يا سيدي ما فارقه معي التمديد يمدد. نحن كمواطنين بهمنا إنتاج قانون انتخابات نيابية. برأيك لح يكون في إنتاج قانون انتخابات يعطي المسيحيين حق دولة الرئيس؟ النفسية اللي بيتم التعاطي فيها مع هذه المسألة نفسية تحمل في طياتها شراهة هائلة للاعتداء على الحقوق الدستورية للمسيحيين، وبالتالي أعتقد أنه مش هذه هي النية، وبالتالي نحن رايحين لمواقع متقدمة من الصراع
وبالتالي السؤال الكبير الذي سيطرح، هل نحن شركاء أم أجراء في هذا النظام السياسي؟ وهذا السؤال اللي طرحه الأمير بشير عون أثناء مقابلته مع الأستاذ جان عزيز ببرنامج بلا حصاني، كانك تتذكري، هل نحن شركاء أو حصان أو أجراء؟ والذي سيليه حتما سؤال ما هي نفع العلاقة التشاركية تحت سقف اتفاق الطائف؟ تبهوا يا لبناني يا شركاء في الوطن، هذا السؤال قادم إذا لم يتم التعاطي مع شركائكم بمنطق الأخوة، بمنطق التضامن، بمنطق تخنصر الأيادي لبناء الوطن وحمايته. هذا السؤال قادم، ولا يغرنكم وجود هذا أو ذاك مستبع لكم ومستولد بكنفكم أو ممسك بالمصالح. لمين هالكلام عم توجهه؟ للبنانيين جميعا، من الشركاء بالوطن، للشركاء بالوطن طبعاً. اليوم هل المسيحيين شركاء أم أجراء؟ هل الموضوع قديش فينا نربطه بما يجري في المنطقة دولة الرئيس طبعاً فيما يجري طبعاً في المنطقة طبعاً. نحن بحال ترقب طبعاً بدك تربطين. نعم. طبعاً بدك تربطين. كيف بدك تربطين؟ طبعاً بدك تربطين. نحن بانتظار ما سيجري في المنطقة لنبت موضوع الانتخاب الرئيس طبعاً. وقانون الانتخابات دائماً بيقولوا لي طبعاً 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 انتظار طبعاً كله مرتبط ببعضه. طيب ليك بدي سألك سؤال، امبارح أهلنا السنة في العراق بيوقفوا بصرف النظر إذا معهم حق أو لا، أنا مش مطلع بدقة على الواقع العراقي، بس أنا عم بعطيك الأدبيات التي استعملت بالعراق. نعم. المكون السني يشعر بالغبن، المكون السني يشعر بالاستتباع، يشعر بالهيمنة، استعملوا تعبير اغتصاب حقوقنا الدستورية. نعم. وقف أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب يقول طالب بالانفصال. طيب ليش نحن وهون في مين يبرر؟ ليش أنا بدي برر هون وما برر هون؟ وقبل وقفوا الشيعة، هذا النظام الجائر الذي يعتدي على حقوق الشيعة، بقصد نظام صدام حسين هذا، وإذ وقفوا وهون مبررة هون مش مبررة. ليه؟ ليش هذه الشريحة المسيحية بلبنان ما إلى حق تقوم تقول ارفعوا الحيف عني، ما بتطالب بحقوقه؟ نحن من الناس اللي حاربنا المارونية السياسية وأسقط وساهمنا بإسقاطه، والذي يعتقد أنه هو أسقط المارونية السياسية خطأ. المارونية السياسية أسقط تعالف كبير من السنة والشيعة والدروز والمسيحيين وسوريا مع هؤلاء برسم اللي نسيوا. ما حدا يعتبر حاله أنه هو هذا، ولكن تنفيذ الطائف تم بصورة فيها تزوير. في منه بيقولوا لي بلومونا أنه نحن كنا مسؤولين سابقا، ليش سمحنا تزوير الطائف؟ يا حبيبي لازم تعرفوا شغلي، وهذه أنا رد وإجاني هلا على تويتر من شخص نحبه ونحترمه اسمه الأستاذ ناجي حايك، سؤال هذا السؤال. نعم. أنا بدي جاوب. النظام السياسي في لبنان هو عبارة عن 4 أشخاص يمثلون الطوائف في لبنان. نحن لم نكن رجال السلطة، نحن كنا رجال الدولة. نحن كنا نرفع الصوت ورفعناه مرارا وتكرارا، ولكن هذا قال له لا خيل عندي أهديها ولا ماله، فليسعد النطق وإن لم تسعد الحال. هذا هو الوضع، لازم تفهموه كحقيقة. دولة الرئيس اليوم مين ما بده يصير الانتخابات النيابية؟ شو؟ مين اللي ما بده يصير الانتخابات النيابية؟ ما بده يصير؟ نعم، يصير قانون انتخاب جديد وما بده أنه تصير الانتخابات ولا النيابية. واضحة واضحة واضحة. شو؟ واضحة حبيبتي. ليش؟ واضحة لأنه في مكاسب استراتيجية. نعم. قائمة له اليوم ما بده إياها ينلعب فيها. ما بده ينلعب فيها. هاي اليوم هالمكاسب الاستراتيجية اللي اكتسبها بعض الأفريقاء نتيجة سنين طويلة من بعد اتفاق الطائف، يعني نتيجة ما حصل بعد اتفاق الطائف، اليوم هيدي المكاسب هل ما يجري في المنطقة ومن كلام عن تقسيم رح يعزز هذه المكاسب أو رح يعطي مكاسب أكثر للمسيحيين برأيك؟ أنا برأيك مش مسألة مكاسب للمسيحيين أو لا، أو حقوق المسيحيين. المسألة ليكي ليس من تحتنا تحت كي نخشى السقوط. السؤال الكبير اللي بيطرحه المسيحيين عن أنفسهم، شو بعد عنا نخسره في النظام السياسي؟ بيجي رئيس جمهوري اليوم لا شيء تديره الأزمة مثل ما بيقول الأستاذ عبد الله أبو حبيب. نعم. ننتهي بعد 6 سنوات بتقومي لا علاقة لك بالنظام السياسي، مكاسبك كلها بالدولة، أنت الدولة بالنسبة إليك هي تذكرة مرور
لأمنك السياسي والاجتماعي والاقتصادي. أنت ما عندك ميليشيات، أنت ما عندك علاقات في الدول تجي تحميك، أنت رأس مالك الدولة اللبنانية. لذلك لتكوني شريكة بالدولة هي تذكرة المرور للحفاظ على أمنك وعلى الوجود وعلى وجودك وعلى دورك. وبالتالي انك تنامي وتقومي مثل ما صار بخلال الاربع سنين الماضو، ومثل ما صار بقبلها من سنة التصعين. نعم تصعين وبالجي انت نمتي وامتي لقيتي في رئيس مجنستك كذا الف ملف تجنيس، ولقيتي في خلل خطير استراتيجي. هذا اللي بيقولوا هلا بيمدحوه وبالتحديد اسميه الرئيس اليساري وبيعملوا له احتفالات، طلع لك بمرسو قال لي كده قرار توحيد البلد بشو اللي أخده ونفذه تسجل له، غطاه تسجل له. أما عمليا اللي أخذ قرار توحيد البلد بعرف مين وبقوة مين وبإيد مين، مع احترامي للناس اللي بيمدح. أما عمليا أنت طلعتي من المولد بلا حمص. هلأ اليوم 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 أنت اليوم رأس مالك العملية العملية أنك كيف بدك تضلي بالدولة، تضلي محافظة على حقوقك، تحقق حقوقك وتحافظي على أمنك من عبر منطق الدولة مؤسسات الدولة. نعم. أنت وقت بدك تنحرمي بيجيك رئيس اليوم بتقومي بعد كيف من كان بتقومي بعد ست سنين خالصة ما عادش فينا نحمل. لذلك لا رئيس جواب اسمعوا، لا رئيس كيف من كان، لا رئيس كيف من كان. إذا كان الرئيس هالمرة كيف ما كان لوين النتيجة شو بدها تكون؟ ما فيش نتيجة، انتهاء الدور المسيحي في لبنان وبالتالي انتهاء وجوده. وما تقولوا ما قلت لكم، مثل ما كل خبرتكم نبهتكم يا مسيحية على كل شيء ورجعتوا سلطولة، امتوا لقيامي بالأول ورجعتوا سلطولة بالأخر. اليوم المبادرة العماد عون ربطت بما قاله السيد حسن نصر الله عن مؤتمر تأسيسي، هيك هيك قال لهم العماد عون. نعم. ما راح خليكم تبكوا مرة تانية. هاي نظرية كينج ميكر وميكر كينج وكلام كلام تركيبات وجلا جلا يطلعوا منه. شو ارتباط هالمبادرة بما قيل أو بما تم الحكي عنه الحديث عنه عن مؤتمر تأسيسي أو عقد تأسيسي جديد؟ مش مين حكي بالعقد التأسيسي؟ نحن عم نقول لهم يا عمي ما بدنا عقد، يا عمي والله العظيم نحن ما بدنا عقد تأسيسي، نحن بدنا تطبيق الطائف. شرفي يا دول المعنية باتفاق الطائف تعي نفذينا الاتفاق مثل ما تم من 30 سنة أساسا الدساتير كل 25 سنة بتتغير، بالرغم من أنه كله أمن قلن ما بدنا نغير دستور، بدنا الطائف تعوا طبقوا بصورة عادلة. يا أخوان نظام المارونية السياسية كان أعدل من نظام المذهبيات السياسية القائمة اليوم، أعدل بكتير. دولة الرئيس ما في ارتباط بالعقد التأسيسي، بدكم تطبيق اتفاق طائف عادي، ما في مين. أما إذا أخذتينا علي بالقوة وجبرتينا الرحلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو الأسباب اللي بتخلي إنه رفض للتطبيق الطائف؟ نعم يا أخوان أنتوا شو قصتكم؟ في دستور الطائف كله قام على أنقاض قانون الستين. نعم. ها؟ لم تصدر منذ حينه حتى اليوم إلا قوانين الستين معدل. يعني تطبيق الطائف عمليا ببلش من قانون جديد للانتخابات؟ طبعا. نعم طبعا. ومن تأمين المناصفة الفعلية التي تحدثت عنها بكركي في مذكرتها الوطنية، نريد قانون انتخابات يمنع فرض نواب من طوائف على طوائف أخرى باسم الأكثريات العددية. قادرين تعملوها؟ عملوها. مش قادرين نحن مش رضيانين لا حول ولا قوة، بتسقونا للذبح سوقا، سقونا شو طالعين نحن لا مسلحين ولا شيء، نحن مدنيين مكتفين إلنا الله. نعم. بس سنضل ولن نشرع ولن نوقع على استمرار هذه الحال. نعم. دولة الرئيس مش من باب التفاصيل إنما من باب عنوان كبير. اليوم ينتقد العماد ميشيل عون وتنتقد المبادرة وينتقد الكلام عن قانون الانتخابات. شو؟ بأنه اليوم في محاولة لملء الفراغ إلى حين انقشاع الوضع المتلبد بالمنطقة. أي ملء فراغ؟ لك قبل ما يفل ميشيل سليمان نهار الجمعة عشية إجوا يعرضوا تمديد 6 أشهر. هذا مش كرمال هيك، هيدي كرمال كله التمييع للحقول دون أن يحقق عرفانين في صوت مسيحي طالع بدي يقول لا.
شو عم بيقول العماد بن شرعون؟ عم بيقول لهم يا عمي اعطيناكم تمديد مجلس نواب، انتم مددتوا، انا ما مددت. طعن هو ولم يبت بالطعن. نعم، ما طلع صوت واحد منهم يقول بدي اشوف اي قانون انتخاب بدي. سنة وثلاث اشهر والقوانين كلها موجودة بمجلس النواب. فتح حوار مع دولة الرئيس سعد الحريري وحكي معه بقانون الانتخاب، ما حدا بده، ما ردوا عليه خبر، ما حدا بده. لا، بدهم يبقوا الوضع مهمشا مستتبعا، وبدهم يخلوا حالة الاعتداء على الحقوق. طيب سئبت، اجت انتخابات رئاسة ومعك خبر كيف تمت وكيف مصارت، وسئبت في استحقاق دستوري بـ20 آب، وأيضا لم تعدل المادة الدستورية مادة 49 أيضا. شو كان بيمنعكم تعملوا قانون انتخاب هذا الشهر ونص وتاخذوا البلد على انتخابات استنادا لقانون انتخاب جديد يصدر مجلس ينتخب رئيس ويألف حكومة؟ بدي أسألك أنا بالموضوع الدستوري، ولكن يقال اليوم أنه في حال حصلت انتخابات نيابية وسدت الرئاسة فارغة، بدها الحكومة تعتبر مستقيلة طبعا، بده يصير في تشكيل حكومة طبعاً. مين بده يسمي رئيس كيف الحكومة؟ كيف المجلس بده ينتخب رئيس؟ شو رأي علي الحكومة بانتخاب رئيس؟ عم تحكي عن انتخاب رئيس للجمهورية طبعا، انتخاب مجلس نواب. لا، ما المجلس النواب بس نعم. ينتخب مجلس نواب جديد بس ينتخب، لازم ينتخب رئيس، تعتبر الحكومة مستقيلة حكما. ما هو بيقدر يجتمع ويتخب رئيس مجلس جديد استنادا لقانون انتخاب جديد، يعطي رئيس ذات شرعية موضوع وفاق وطني، بيألف حكومة. شو القلق على كله؟ كله ضحك على الناس. اوعى تقبضوا هذا الكلام كله جد، كل ما في أسهل من هيك. مش المهم السهولة ودستورية وقانونية وفقا للمسار، المهم إسقاط عقل الاستمرار بالتمسك باغتصاب الحقوق الدستورية للمسيحية. اليوم العماد ميشيل عون بدأ حوار مع الرئيس سعد الحريري، بدي أسألك رأيك بهذه النقطة، مش أنه نقطة حوار، بدأ حوار مع الرئيس سعد الحريري وتم التوصل إلى حكومة اعتبرت توافقية، يعني أنجزت ما لم تنجزه الحكومة السابقة بسنتين ربما بسبب الاتفاقات اللي صارت. اليوم بنشوف أنه العماد عون أو الكلام عن حوار بين التيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري، مش رح أقول كل تيار المستقبل، كأنه مجمد، ولكن عم نشوف حوار بضفة أخرى بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. يسعى بدأ له وليد بيك شو الله، بدأ مع الرئيس سعد الحريري يعني مباشرة. لا لا، لك ليكي، أولا رئيس مجلس النواب اللي هو الشيف طبع المطبخ، طبعا بده يكون في حوار بينه وبين كل القوى، والقوى إلى مصلحة يكون معها حوار. ونحن مع كل حوار بيصير بين كل فئة وتاني، وبالتالي نحن وأنا شخصيا مع استمرار الحوار بين العماد عون ودولة الرئيس سعد الحريري، لأنه أنا بالنهاية رأيي الشخصي سعد الحريري هو الممثل الشرعي لشريحته، وإلا بيصفي فقاسة رؤساء وزراء شغلته يقعد برا وكل جمعة يطلع رئيس وزارة جديد ويصير يتقاتلوا ببعضهم مين بده يكون الرئيس من كنف دولة الرئيس سعد الحديد، هو قاعد بيتفرجه من برا. لا، هذا مش عادل ولا مصلحة البلدين. أنا مع استمرار الحوار بين العماد عون والرئيس سعد الحديد، سواء أنتج رئاسة الجمهورية أو لم ينتج، لأنه شيء طبيعي أنه الممثل الشرعي للمكون المسيحي بلبنان أن يكون بحالة حوار مع المكون السني. أنا أرفض أن تكون هناك قطيعة حوارية بين المكون السني والمكون المسيحي إطلاقا. وهذا عمل من أهم الأعمال بعد صياغة التفاهم مع حزب الله والثنائي الشيعي مع الرئيس بري، هو محاولة صياغة التفاهم مع المكون السني، وأنا مع صياغة هذا التفاهم. دولة الرئيس اليوم قيل أنه مبادرة العماد ميشيل عون فصلها على قياسه، هل ليش على قياسه؟ هيك انتقد، يعني انتقدت المبادرة، كل اللي سمعناه من انتقاد المبادرة أنه توقيتها مش مناسب. لايكي تعالي حللك، تعالي حللك إياها، وأنا ما عندي معلومات ولا عندي قدرة من على العماد ميشيل عون. أنا ما عم بسألك معلومات، أنا عم بسألك حليلك. اليوم كشخص عم يقرأ بالدستور والقانون والتحليل ومتابع. تعالي قلك، أنا من خلال متابعتي لنبض العماد ميشيل عون نبضه في التعاطي مع الملفات ذات الطابع الذي يتعلق بالمصالح العليا للمسيحيين وبالتالي للحالة الوطنية بالبلد عموم اللبناني، أنا بقول لك اعطيني قانون انتخاب عادل
يرفع حالة الاغتصاب القائمة، طريقة لتأمني رئيس جمهورية تحت سقف اتفاق الطائف، أنا بقنع عليك إياه ما يترشحش. خدوا يسمعوا، هالعالم كله يسمع. أما لا بدنا قانون، ولا بدنا طريقة جديدة دستورية لانتخاب رئيس، ولا بدنا رئيس له حيثية يمثل المكون الذي ينتمي إليه. ولو أن الدكتور جعجع توفر فيه الصفات تبع العماد ميشيل عون، الصفات الأخرى غير تمثيل المكون لأنه يمثل مكون، صفات القدرة على صناعة الحوار، طب طلب موعد ما قدر معطوه، وبالتالي ساعتها منكون معه. كان العماد عون بيكون معه، بس القصة مش هون، القصة قصة توفر الصفات الموضوعية ليستطيع الرئيس أن يقوم بدور. أما لا هاي ولا هاي ولا هاي، معناتها عدو يا مكون مسيحي الشريك المؤسس والتأسيسي والأساسي في الكيان اللبناني، عود صورة بالبلد وشغل تكون كاتب في بيت المال الويكانس الويساز بمفروشات الموديل، مثل ما بيقول أحد الأصدقاء موديل الطائف هذا موديل عطينه، انتو دوركم تكونوا الويكانز الويساز، تلبسوا كرافتات كريستيانتون مرتبين، خرج مطاعم خرج اوتيلات، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وكل العلم والجماعات والتراث الفكري اللي عملوه بلبنان وهن اللي صنعوا سمعة لبنان بالعالم، كله هذا هباء منثورا. شري انت شغلتك تستولب بكنفي وتستزلم إلي. دولت الرئيس نحن وقتنا بلش ينتهي، أنا ما بدي أخرك عن موعدك. صحيح. بس سؤال أخير، اليوم بلشنا نرجع نشوف حراك دولة حول الانتخابات، يعني فرنسا كتبت اليوم بعض الصحف صحيفة الأخبار تحديدا أنه هناك اتصالات عم بتصير مع إيران للتفاوض على الملف رئاسة الجمهورية بلبنان، هناك كلام عن أيضا حراك للسفير الأمريكي في لبنان حول موضوع رئاسة الجمهورية. طبعا. في رئيس ما في رئيس، اليوم نحن هل نحن قابلين انه نرجع نمشي بتسويه دوليه لا على انتخاب الرئيس؟ لكن ما راح استبعد، يعني ما راح استعجل بالحديث بهذا الموضوع، لانه هذا موضوع بتعرفي تعقيداته كبيره كتير، وانا مدرك تماما لكل خلفياته وامكانياته، ولكن بدي اقول لك لن تكون بالسهوله التي حدثت في الماضي. ما مصير مبادرة انتخاب الرئيس من الشعب برأيك؟ ما إلى قيمة المبادرة، له قيمة هي الأسباب الموجبة التي عملت المبادرة. مثل القانون الأرثوضكسي، قديش إمنا ضلينا نقول يا خي غيروه، بلاه عطونا الأسباب الموجبة تبعه، عطونا قانون يلبي الطلب، قالوا أبدا. طيب قالوا راح القانون الأرثوذكسي، شفتي راح شيء، رجع يحضر أسبابه الموجبة. لن تغادر، ومبادرة العماد عون أهميتها بأسبابها الموجبة، لن تغادر الساحة. هل ترى أنه كشخص حضرتك عشت كل هالفترة من بعد الطائف اليوم على الأرض السياسية اللبنانية، هل من أمل لتطبيق هذه المبادرة وكيف؟ أنا الأكيد منه أنه لن يستمر الحال على ما هو عليه إلى الأفضل للوضع المسيحي. هذه شغلة نسبي، إذا ما كانش للأفضل معناته قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. دولة الرئيس إلي الفرزلي، أنا بشكرك جدا على تلبيتك دعوتنا اليوم. شكرا لك، بتمنى كل وقت كله، بس أنت معي خبر، عندي ارتباط ضروري كتير. نحن كمان بنشكرك على تلبيتك دعوتنا ولو بهذا الوقت. مستمعينا بدنا نروح إلى فاصل إعلاني تاني، وبعد الفاصل بدنا نروح إلى موضوع الحرب على غزة مع الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ صقر أبو فخر. مدى الصوت من صوت المدى. مستمعينا رح نتابع حلقة مدى الصوت، رح ننتقل إلى ما يجري في فلسطين والحرب على غزة، ومعي مباشرة المحلل في الشؤون الإقليمية والفلسطينية تحديدا الأستاذ صقر أبو فخر. صباح الخير. أهلا، صباح الخير أستاذ أبو فخر. أول شيء بدي أسألك، كيف تقرأ توقيت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة اليوم؟ يعني التوقيت دائما بيكون مضلل، يعني دائما في اسباب لنقول لماذا في هذا الوقت بالذات، يعني سواء كان اليوم او بكره او بعد شهر دائما هذا السؤال يبقى قائما ومن الصعب الاجابه عليه. نعم. التوقيت برهون بالاحداث، التطورات الميدان،
برأيي أنه في سببين يعني لاندلاع هذه المعركة بهذه الفترة. أولا في أسباب مباشرة هي تقويض المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وثانيا معاقبة السلطة الفلسطينية على إدخال حماس في حكومة وحدة وطنية. بالإضافة السبب المباشر لخطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، أرادت إسرائيل أن تصلب عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني وأن تزرع الفوضى في غزة وفي الضفة الغربية. لكن أبعد من ذلك، دائما هناك سبب موجود في كل لحظة لدى الجيش الإسرائيلي، وهو يتبع عقيدة الردع. يعني إسرائيل دائما كل فترة تريد أن تستعيد قدرتها على الردع، فتقوم بعمليات محددة من شأنها إشعار الخصم أن عليه أن يدفع ثمنا إذا حاول المس بالأمن الإسرائيلي، وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة. هل يمكن قراءة ما يجري في فلسطين من بوابة سوريا والعراق؟ يعني اليوم هل خط التوتر هل هو امتد إلى فلسطين بتنسيق مقصود أو تنسيق غير مقصود؟ والله ربما أو سياسة استراتيجية عامة. ربما يعني فتح هذه المعركة وفورا يعني بدأت الصواريخ تتساقط على المدن الإسرائيلية، يعني يكون ذلك بالتنسيق مع إيران على سبيل المثال، ربما سوريا، ونحن نعلم أن هذه الصواريخ في معظمها قد نقلت من سوريا إلى قطاع غزة بمعونة إيرانية، سواء كانت هذه الصواريخ مفككة جرى تجميعها في قطاع غزة أو جرى تصنيعها في قطاع غزة، فإن المعونة السورية واضحة جدا والمعونة الإيرانية أيضا واضحة. هذا لكن تحليل حقيقة لا يوجد فيه نقاط قوة. يعني خاصة إذا علمنا أنه حماس منذ البداية لم تكن تريد على الإطلاق حربا، يعني بعد قتل المستوطنين واكتشاف الجثث لم تكن حماس تريد حربا مع إسرائيل، بل إنها طلبت من مصر عبر وسطاء التدخل لدى إسرائيل لعدم القيام بعملية عسكرية واحدة. لكن طالما الحرب اندلعت وبدأتها إسرائيل، هذا عدوان إسرائيلي تام على الشعب الفلسطيني بتواطؤ أمريكي، ما دامت اندلعت هذه الحرب فلا بد من خوضها بطريقة الدفاع الصاروخية. أستاذ أبو فخر، استعمال الصواريخ صواريخ نوعية للمرة الأولى في مواجهة إسرائيل، ماذا يعني هذا الأمر؟ شوفي، أنا برأيي أنه في ثلاث شغلات فشلت في إسرائيل بالفترة الماضية. أولا فشلت استخباريا في معرفة من قتل الجنود الثلاثة، ربما عرفت أسماء الأشخاص لكنها في الحقيقة فشلت في معرفة مكانهم إلا حين اكتشفت الجثث. اثنين، برأيي أيضا أنها فشلت استخباريا في معرفة قوة حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى وغيرهم من الذين يطلقون الآن الصواريخ على المدن الإسرائيلية. الفشل الأهم هو فشل القبة الحديدية التي طالما راهنت إسرائيل على حماية مدنها ومستعمراتها من الصواريخ الفلسطينية، تبدو الآن القبة الحديدية بلا فعالية على الإطلاق. هذا فشل مثلث الرؤوس. لكن أيضا كي لا نبالغ بالأمور كثيرا، أنه حتى الآن لم يسقط إسرائيليين، يعني ربما في اثنين امبارح سقطوا مستوطن وجندي. هذه الصواريخ يعني لا زالت قليلة الفاعلية، لكنها تخيف إسرائيل بمعنى أنها ربما تتطور كي تصبح أكثر فاعلية. حتى الآن الرؤوس المتفجرة محدودة، لكن في المستقبل عبر التطوير التقني ربما تهدد بالفعل المواقع الإسرائيلية بدمار أكبر. نعم، اليوم موقف الحكومة الإسرائيلية هي العودة إلى الحكومة الفلسطينية عفوا هي العودة إلى المفاوضات، بينما الإسرائيليون يصرون على إكمال الحرب. بين هذين النقطتين هل هو توازن مختل، أم أن الفلسطينيين يعتبرون أو يشعرون أنهم لا يستطيعون أن يستمروا في حرب قد تكون طويلة الأيام، يعني كي لا أقول طويلة المدى؟ والله شوفي، بطبيعة الحال السلطة الفلسطينية محرجة. السلطة الفلسطينية باعتبارها المسؤولة عن الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج غير قادرة على فعل أي شيء لإنقاذ الشعب الفلسطيني. كل ما تستطيع السلطة الفلسطينية هو
الذهاب إلى مجلس الأمن ومحاولة إطلاق النار في مجلس الأمن. لكن واضح أن الفيتو الأمريكي البارحة كان إلى جانب إسرائيل، يعني مشروع القرار الذي كان سيقدم إلى اجتماع المجلس. بهذا المعنى يعني أنا برأيي السلطة الآن غير قادرة على أن تفعل شيئا. هناك شروط لإسرائيل لوقف إطلاق النار، هو العودة إلى الاتفاق الأبعد من العودة إلى الاتفاق المصري الإسرائيلي الفلسطيني الذي جرى توقيعه أثناء حكم محمد مرسي، اللي هو وقف تام لإطلاق النار، منع إدخال الأسلحة إلى قطاع غزة، وهذا ما تضمنه مصر آنذاك، وإلى آخره، يعني في مجموعة نقاط لكن أبرزهم اثنين. السلطة تريد العودة إلى هذا الاتفاق الثلاثي، لكن إسرائيل تريد أن تفرض شروطا جديدة تتعلق بوجود قادة حركة حماس وتصنيع الأسلحة وإدخال الأسلحة عبر سيناء إلى قطاع غزة. إذن الأمر لازال في طوره الأول. نعم. يعني الحرب مستمرة إلى أن تنجح الوساطات الإقليمية والدولية في وقتها، والسلطة الفلسطينية في هذه الحال هي أضعف الأطراف. نعم. في ظل حرب على فلسطين على غزة والوضع العربي مشتت بهذا الشكل، كيف ستنعكس هذه الحرب على الوضع العربي إذا لم نقل العكس، يعني أن الوضع العربي هل يستطيع أن يؤثر في مسير في مسار هذه الحرب في إيقافها أو فرض شروط معينة؟ يعني كيف ستنعكس هذه الحرب على ما يجري على الوضع في الوضع العربي عامة؟ والله من الصعب يعني التقاط مثل هذه الأجوبة. أولا العالم العربي يشتعل بحروبه الخاصة وغير مهتم على الإطلاق لا بمصير الشعب الفلسطيني ولا بمصير المقاومة في فلسطين ولا بمصير قضية فلسطين بأكملها. ونحن نعرف أن إسرائيل صارت مثل العشيقة السرية لمعظم الأنظمة العربية، يعني يستمتعون في العلاقة معها لكن لا يصرحون. حتى الآن لاحظي أنه كل الدول العربية لم تتخذ موقفا حقيقيا، يعني غير المواقف الإعلامية هنا وهناك. نحن نعرف أن العالم العربي ما عاد يهتم بمصير الشعب الفلسطيني أو مصير قضية فلسطين بشكل عام. لذلك لم ينعكس ما يجري في فلسطين على الوضع العربي على الإطلاق، بل العكس، ما يجري في العالم العربي انعكس سلبا على قضية فلسطين. لكن يظل هناك يعني نقطة ربما تكون بداية لإعادة العلاقة بين حماس وإيران وسوريا في المستقبل. إذا أسفرت النتائج التفصيلية لهذه الحرب عن إعادة تمتين العلاقة بين إيران وحماس، هو ما يجري العمل عليه منذ شهور، ربما أظن تنقلب بعض الأدوار لمصلحة هذا الخط السوري الإيراني حزب الله في لبنان. أستاذ سائر أبو فخر، هل برأيك وفقا لقراءتك والمعطيات هل ستستمر الحرب على غزة طويلا؟ يعني هذا مثل التنجيم ساعتها، مثل ضرب المندل، لكن أنا برأيي تطورات الأوضاع هو ما يقرره الميدان وليس الإرادات السياسية حتى الآن، لأن القوة الغازية التي هي إسرائيل تقول ستستمر العملية. أمريكا تدعم هذا الاستمرار، يعني بوقاحة كاملة تقول أن إسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، وكأنها يعني ليس فيها المعتدية، وكأن الفلسطينيين هم الذين يقتحمون الآن ويحتلون المواقع الإسرائيلية. بأي حال أنا أظن أن العملية ربما ما تتوقف في فترة قريبة، إلا إذا يعني نتخيل لو أن 10 إسرائيليين قتلوا، فأظن أن الأمور سيقوم الإسرائيليون بعمليات تدميرية غاضبة وغير خاضعة لأي منطق سياسي إلا منطق كما قلنا الانتقام. نعم. وهذه جزء أيضا من العقيدة العسكرية للجيش الإسرائيلي بيسموها الحرب الجامحة. نعم. أي أنه النظرية هي جرى تعديلا لاحقا، يعني الطيران هو الذي يقوم بعملية تأثير الآخر، أي جعل الخصم أي الفلسطينيين في هذه الحالة أنه أي مس بإسرائيل يجب أن يعني يكسروا رؤوسهم في الجدار الحديدي، وهذه تعبيرات إسرائيلية تماما. نعم. بهذا المعنى الميدان هو الذي يتحكم. إذا سقطت ضحايا دعني أقول أو قتل إسرائيليين كثر بالفترة المقبلة، ستتطور العمليات إلى نوع انتقامي أعلى. نعم. أما إذا بقيت عند هذه الوتيرة وهي وتيرة ضافية، يعني خلال 5 أيام
ضمن ما فاجأت 100 منزل، عندنا حدود 130 شريد، أكثر من 1000 جريح، غير الأضرار الأخرى. إذا استمرت هذه الوتيرة ربما يتوصل مجلس الأمن والوساطات الدولية والعربية وقت القتال، لكن لا أتوقعها فورية، يعني أظن أن الأسبوع المقبل قد يحمل شيئا من هذا التوقع. نعم، في هذا الإطار وبالمقابل، إلى أي مدى اليوم إيران وسط غياب العنصر العربي أو دور العربي الفاعل يمكنها أن تكون أو أن تستعمل ما يجري في غزة كورقة بيدها؟ إيران هي أفضل لاعب في حال الفوضى، والآن العالم العربي كله فوضى، من العراق إلى سوريا إلى فلسطين إلى اليمن إلى آخره. معروف يعني أن الإيران مثلا كسبوا جزء من نتائج الحرب في أفغانستان، نعم، ولم يدفعوا أي تكلفة. كسبوا العراق ولم يدفعوا أي تكلفة. برأيي نعم، ربما إيران تستطيع أن تكسب من هذه الحرب إعادة تمتين صلتها بقطاع غزة، وأن تكون لاعبا أساسيا في المنطقة، أكان ذلك بالتفاهم مع النظام المصري أو من دون التفاهم مع النظام المصري، فهم أصبحوا لاعب حقيقي في المنطقة، وهذا مكسب سياسي واستراتيجي لهم بدون شك. نعم، سؤال أخير أستاذ أبو فخر، اليوم قطر التي استعملت في بان الحرب تحديدا في سوريا وفي المنطقة التي استعملت حركة حماس كحليف لها إذا جاز التعبير، أو كشخص ينضوي أو كفريق ينضوي تحت جناحيها، اليوم قطر ما هو موقفها؟ هل موقف قطر محرج تجاه المجتمع الدولي وتجاه هذا الفريق الذي احتضنته؟ يعني قطر تدعم الإخوان المسلمين عندما كانوا، تدعم الإخوان المسلمين في مصر ضد النظام الحالي، ومتحالفة مع تركيا التي هي أقرب إلى الإخوان المسلمين، ودعمت الإخوان المسلمين في سوريا وفي فلسطين، في فلسطين يعني حركة حماس بالتحديد. لكن هذا الخط أصيب بانتكاسات كبرى في الفترة الأخيرة، خاصة الصراع مع السعودية ووقوف السعودية ودول الخليج جميعها ضد الإخوان المسلمين، وجرى التضييق عليهم وطردهم ومحاكمة كثيرين من الإخوان، وحتى الآن يعني يحاكمون في الإمارات، يعني 2 من القطريين متهمين بالتجسس في الإمارات. لذلك برأيي الخط القطري انحسر كثيرا المرحلة الماضية حتى في سوريا، وهو يقتصر على الدعم المادي وبالتنسيق مع الأتراك بالدرجة الأولى. نعم، لا أظن أن القطريين أصبحوا لاعبا في هذه الفترة، ليسوا لاعبا أساسيا بقدر ما هم متبرعون بالأموال لحلفائهم، وهذا يعني نقطة ضعف رئيسية في السياسة الخارجية القطرية. نعم، أستاذ سأر أبو فخر المحلل في شؤون الأقليمية وتحديدا الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. أهلا فيك، يا هلا. مستمعينا، بدي أشكركم على متابعة حلقة مدى الصوت، بذكر أنه كان ضيفي ببداية الحلقة وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، وتابعت الحلقة بعد مع نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إلي الفرزلي، وفي الختام تطرقنا إلى الوضع والحرب التي تجري في غزة مع المحلل في الشؤون الفلسطينية الأستاذ صقر أبو فخر. لإعادة الاستماع إلى حلقة مدى الصوت على صوتالمدى.com، يعني فيكم ترجعوا تستمعوا إلى ما ورد في الحلقة على صوتالمدى.com، خصوصا وأن وزير التربية الياس أبو صعب أوضح أمور كثيرة كانت أدرجت بالإعلام بشكل ملتبس، خصوصا فيما جرى حول ما جرى في مجلس الوزراء ومن كان سبب التعطيل فيما خص تعيين العمداء مجلس العمداء وأيضا التفرغ. وأيضا كان هناك كلام للوزير الياس أبو صعب عن آلية حل يجري العمل عليه من أجل التصحيح للانتخابات النيابية. إذن فيكم ترجعوا تستمعوا إلى الحديث كامل على صوت المدى صوتالمدى.com.